مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونحب نذكركم على المسابقة اللي نازلة على مواقع التواصل الاجتماعي، روحوا شاركوا فيها. ونحب في هذه الفقرة نستقبل ضيفنا الأستاذ علي جيلاني الفنان الرقمي. يعطيك العافية. أهلا فيك ويا مرحبا فيكم ومرحبا بالمشاهدين. في البداية حابين نعرف أنت كيف انتقلت من الفن الرقمي أو الفن التقليدي للفن الرقمي؟ هو الفن يعتبر الفن الرقمي تكملة للفن التقليدي. تمام. والفن التقليدي بصراحة الناس يعتبروك أي فنان يعتبروا كحجر أساس إنه إيش يبني عليه الرسم الرقمي. تمام. وطبعا الرسم الرقمي شيء يعتبر يعني مكمل للرسم التقليدي أصلا. كيف كانت بدايتك ولا من متى بدأت؟ بدأنا الرسم الرقمي تقريبا من 2009. الرسم الرقمي يعني تقريبا 13 سنة. تقريبا لا 13 سنة فين الله يسعدك، أقل كثير. أقل؟ يعني نحسبها يعني تقريبا بعدين. حدود 8 سنوات. 8 سنوات صح، أنا شوية يعني تقليل. لا يا رجل بس. عادي. طيب أعطيني بس فكرة عن يعني لما بديت ترسم رقميا كيف التكنولوجيا ساعدت في أن أنت تنقل فنك؟ طبعا أنا فنان رسام كاريكاتير. طبعا رسام الكاريكاتير يعتمد دائما اعتماد كلي على الرسم على أساس أنه ينتج الرسمة لكي تكون في إيش، في جريدة أو تكون في متصفح. طبعا الرسم اليدوي كان جدا يعني في عدة بروسس اللي هي عدة خطوات عشان تقدر تطلع للناتج النهائي للرسمة. كنا أول شيء نرسم الرسمة على ورقة كبير عشان إنه نقدر نحطه في الإسكان، بعدين نقدر نسوي لها معالجة، بعدين تطلع بالشكل اللي هو في الجرائد الآن. تمام. الآن الرسم الرقمي سهل هذا كله، طبعا سهل بحيث إنه والله خلاص يعني الواحد لما نيجي يرسم تقدر تعدل في الرسمة عن طريق التابلت أو الآيباد، تقدر تحط الرسمة، تقدر تمسح، تقدر تضيف، تقدر تلون، كله عن طريق الآيباد، ما يحتاج أنك تسوي سكان وتتعب نفسك وترجع، فسهلت لنا حاجات كثيرة. طيب أنت بدأت زي ما أنت قلت بدأت ترسم بالورق يعني لحد ما شفت ما شاء الله نفسك. طبعا يعني تطورت في هذا المجال. بعدين ظهر الفن الرقمي، كيف قدرت انك توصل للفن الرقمي؟ هل انت اخذت مجهود كبير ولا حسيت نفس الورقه والقلم؟ شوف، هو الفن الرقمي عباره عن ايش؟ عباره عن ادوات. اي زي الفن التقليدي عباره عن ادوات، اللهم الادوات كلها مجمعه كانت في مكان واحد بحيث ان الفنان لما كان يجي يرسم كان لازم يكون عنده مكتب معين، يكون الألوان يعني. مرسم تكون أيه. الألوان متوفرة، أحيانا تكون الألوان ما هي متوفرة. تمام. فتحصل فيه تشتت يعني الفنان. لكن الرسم الرقمي يعني هو يعتبر برضو أدوات. الأداة موجودة عندك في البرنامج، موجودة الفرش، موجودة الألوان موجودة، فأي واحد يقدر يعني يتعلمها بشكل إذا كان عندك أنت شغل. مخزون للحاجات اللي عندك الأولى في الألوان وفي الفرش تقدر تبدأ على طول تبدأ. طب أنت شايف، أنا حسألك يعني التطور اللي صاير في التكنولوجيا في جميع المجالات يعني حتى تدخل في الفن والآرت، كيف حتشوف أنت بعد فترة مثلا؟ هل فيها أشياء تقنية جديدة لسه ما؟ والله شوف، إحنا عاصرنا عشنا على قولهم العصر الذهبي، إحنا من جيل الثمانينات طبعا. أيه. هو اللي شاف الاثنين. اي طبعا يعني احنا واكبنا اللي هو من ايام البيجر الين وصلنا الحين للايباد والحاجات هذه. اي فالتقنيه سبحان الله يعني كلما تقدم الانسان في التقنيه كلما كان يعني في اوجه اكثر. الحين نلاحظ انه والله الرسم صار تقدر ترسم والرسمه تصير على طول على 3D، ففي يعني مخرجات مره جباره. حقول لك سؤال مش موجود في الإعداد بس حقول لك خلال تجربة. قول لي. أنا صاحبي برضو فنان رقمي ما شاء الله. جميل. بس عندهم يعني في بعض سوء الفهم في إنه يقول لك تسوي لي تصميم، يقول لك يكلمك قبل ساعة يحس إنه الفنان الرقمي بضغطة زر ممكن يسوي هذا الفن وهو هذه الرسمة. فليش في فكرة إنه موضوع التصميم أو موضوع الرسم الرقمي جدا سهل بضغطة زر ممكن تسوي رسمة؟ والله شوف، اللي يعتبره سهل هذا بصراحة
هي ليش الواحد الحين اخذ الانطباع هذا؟ لانه في اصلا في برامج وفي ناس اصلا ما اقول لكم هو دخلاء على الفن، لكن استسهلوا الهرجه بحيث انهم صاروا يغشوا على طيب فصار في موضوع انه والله الواحد يجي ياخذ الصوره ويسوي لها ايديتنج على الفوتوشوب ويضرب لطشات للفرشات كذا ويقول لك خلاص هذه رسمه ويسلمك هي فقط قياسي كعميل او كاي واحد انت تقول واو هذا رسم الرقمي. عشان كذا في ناس اصلا متوجسه انه والله انا ما ابغى ارسم رقمي، لا والله خليه يرسمني التقليدي عشان انا اضمن انه والله الرسمه هو رسمها. تمام، انت خلال الحلقه في ناس خربوا على ناس. طيب بس هل هذه الفقره انت قلت حترسمني؟ اكيد طبعا كاريكاتير، وهذا ما حياخذ منك يمكن 5 دقائق او 10 دقائق باذن الله ان شاء الله. بس هذا الشيء كمان ينافي الكلام اللي هو ممكن التصميم ياخذ وقت اكبر شوف لكل واحد قدرات. وفي يعني رسم الكاريكاتير في يعني زي ما تقول رسم سريع، وفي ناس يسموه الرسم التجاري، وفي ناس يسموه الرسم يعني اللي بياخذ وقت. في مثلا انت تقدر تخلي الرسم عندك تاخذ منك 2-3 ايام على حسب الالوان، على حسب الطبقات، على حسب حتى الكاريكاتير على فكره تاخذ وقت احيانا. اذا انت والله مثلا تبغى تدقق وتبغى تسوي اسمه الوان البشره وتبغى تسوي تفاصيل اكثر فلازم تاخذ وقت منك. تمام، طيب احنا زي ما قلنا انه اليوم انت حترسمني ان شاء الله خلال انا الحلقة بدات صراحه يعني بديت انت خلاص من اول فانت خلال الحلقه ان شاء الله حيكون منتهي معاك رسمتي عشان تبين للناس كيف يكون الفن الرقمي وكيف هو تحول من التقليدي للفني للرقمي مع عدم المس بالفن، لانه الفن زي ما قال هو الفن بيني وبينك يعني الفن هو باق باقٍ يعني إذا إن شاء الله. بس أهم شيء الواحد يحسن استخدام التقنية وبلاش غش يعني الواحد لأنه في أكثر من الناس بياخذوا يعني صور جاهزة ممكن يضيف زي ما أنت قلت بعض التتشات عشان يبين فرق في أنه يعطي العميل أو يعطي أي أحد تصميم سريع. صحيح صحيح تمام. طيب قبل ما ترسم أنت الرسمة مشاهدينا الكرام شايفين على الشاشة هو بدأ يرسم وهذا هو الفن الرقمي وهذا هو الفن وانت لا تغش وتشوف الرسم. لا انا ما حشوفها خلاص، هي موجوده على الشاشه الناس حيشوفوها، بس ان شاء الله ترسمني كويس يعني. اكيد طبعا كاريكاتير احس انه هو بيزود في الاشياء يعني بيطلع انت ما شاء الله جميل ما يحتاج. الله يسعدك عيونك الجميله. طيب خلال ما انت ترسم الرسمه وحنشوف مع فناننا الاستاذ علي جيلان الرسمه ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه، خلينا نقول لكم على النسبه الى الان لاي احد يبغى يرسم فن او يبغى رسمه لنفسه بيحب الفن التقليدي، يعني في نسبه عندي هنا موجوده اللي هو 77 الى الان فن تقليدي. ليش؟ لانه بصراحه على زي ما قلت لك يعني في ناس بيستغلوا الفن الرقمي اسوء استقلال ويخرب على الناس اللي بتشتغل بذمة وضمير وتحصل الواحد يتعب، وفي ناس بصراحة يعني مستسهلين الوضع بحيث انه بس لغرض تجاري. لكن لما تيجي تقول تعال ارسم تقليدي تحصلوا الادم يخبص يعني. تمام، بس هذا يقلل من نسبة وتواجد الفن الرقمي في المجتمعات يعني؟ لا بالعكس، دحين الفن الرقمي ما شاء الله تبارك الله محقق ارقام قياسية يعني. والناس تستفيد منه يعني، الواحد يا ليت يستفيد من التقنية بقدر ما يقدر. تمام، طيب إذا في أحد يبغى يدخل مجال الفن الرقمي هل تنصح أنه يبدأ بالتقليدي عشان يوصل للرقمي؟ والله بصراحة أنصحه بشدة يعني. أيه يعني يبدأ ببداية أو اللي يبدأ خلاص على طول من النص يبدأ من الرقمي على طول يمكن يتعلم الفن التقليدي من خلال الفن الرقمي؟ هو شوف بالممارسة وغير كذا الواحد لما إذا أخذت يدك أنت على الرسم التقليدي وبدأت ترسم، أنا أتكلم عن رسم الكاريكاتير. باقي اسمه الفنون زي عندك الفن التشكيلي بصراحة الرسم التشكيلي يحتاج له زي ما تقول الفرشة ويحتاج له الشيء التقليدي أكثر من أنك ترسم رقمي. تمام، لكن رسم الكاريكاتير عندك رسم البورتريه، الناس صاروا يرسم بورتريه ما شاء الله تبارك الله جبار يعني برضو، بس ما نقلل من قيمة الفنان التقليدي وما نقلل برضو من قيمة الفنان الرقمي. الفنان الرقمي هو الفرق انه والله الفنان الرقمي يقدر يسوي نسخ من الشغل اللي بيشتغله في الفن الرقمي. تمام، بينما الفن التقليدي خلاص هي نسخه واحده اوريجينال ما يقدر الواحد يعني يسوي عده نسخ منها الا اذا كان يعني
طباعة يعني جيدة وشيء، بس ما يطلع نفس الشغل الرقمي. طيب هل في الفن الرقمي يحتاج الانترنت ولا ما خلاص بس هو لا 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 هو عندك الكيبورد أو الآيباد. أي. في طبعا أنواع، عندك اللي هو الواكوم اللي هو يحتاج لجهاز قدامك بحيث أنك تربط بالجهاز وتشتغل على البرامج الموجودة في الجهاز نفسه. زي إيش مثلا؟ مثلا فوتوشوب، الإلستريتور، عندك اللي هو البروكريت، في برامج كثيرة تقدر. تحتاج الإنترنت؟ لا ما تحتاج الإنترنت. أي. هي بس تحتاج إنك تنزل برنامج بداية وخلاص، يعني خلاص تبدأ تشتغل عليها كأنك تشتغل على ورق. طيب من خلال رسمتك ممكن بس تكلم الجمهور إيش هو البرنامج اللي أنت بتستخدمه وكيف طريقة الرسم؟ والله شوف حاليا أنا دحين بشتغل على برنامج اسمه سكتش بوك. أي. سكتش بوك هذا فيه مجموعة ليرات. أي. عندك اللير هذا تقدر مثلا، هذا أنا مخليه اللير عشان أسوي فيه الرسمة، أسوي الخطوط الوهمية زي ما أنت شايف تكون اللي هي خفيفة. أي. ولا اللير اللي بعده أقدر أشتغل عليه بحيث إني أخليه مثلا الحبر تحبير. بعدها أقدر أشتغل برضو على لير ثاني اللي هو طبقات بحيث إني أسوي اللون. وهذا هو الشيء الجميل اللي يخلي التقنية تعطيك يعني مساحة وتعطيك وقت أسرع بأنك تنجز الرسمات. تمام. طيب إحنا معانا دقيقة، أنت خلصت رسمتك؟ تقريبا. يعني عشان كمان المشاهدين الكرام، هذه الرسمة نقدر نحطها على تويتر عشان يشوفوها بشكل أوضح كمان. من عيون أبشر. طيب أنت كيف تقدر ترسل لنا هي عشان نوضح كمان لك طريقة التواصل بين الفنان الرقمي والعميل؟ يا سلام، في طريقة عن طريق الإيميل أو عن طريق إذا كان عندك جوال مثلا آيفون ولا شيء. أي. أقدر أرسل لك عن طريق الإير دروب. أي. يعني بسرعة بحيث إنه ما تأخذ حتى أقل من دقيقة. طيب هذا يوضح كمان إنه فن التواصل صار يعني سهل مع الفن الرقمي. صحيح. يعني حتى صحيح. كمان أنا عشان أخذ يعني رسمة تقليدية ممكن بأخذ وقت كبير إن أنا أروح عند الرسام عشان يرسمني وبعدها بعد أستنى فترة كبيرة عشان يحط الإضافات. والله شوف حتى الرسمة التقليدي في الكاريكاتير أنا بأخذ فيه 3 دقائق يعني. على طول هو. فما ينطبق على الناس يعني عادي يعني في ناس وفي ناس لا. تمام. بس في برضو الفن اللي هو مش الكاريكاتير. الفن الثاني الفن العادي اللي هو البورتريه. أيوه. وهذه الحاجات حتى في الرقمي تاخذ وقت على فكره تاخذ. أيوه. اكثر من يوم. بس صار في فرق انه كمان انا اقدر اخذ منك هذه الرسمه تاخذ اي سوفت كوبي وتقدر انت تطبعها على حاجات ثانيه. ايوه. طب الحجم اللي انت ممكن تاخذه فيه يعني ممكن احطها صوره قديش يعني تكون معايا حجم الصوره ولا حجم هي ما الصوره تقدر تطبع على بوستر كبير اذا انت يعني تقدر تطبع على نفس الجدار هذا يعني. أيوه. متر في متر مترين في متر. تمام. في الرقمي بحيث انك انت تقدر تتحكم في الريزوليشن اللي هو في الدقة حق الصورة. وخلاص يعني أمورك تمشي إن شاء الله ما يحتاج إنك. طيب الصورة جاهزة معانا ممكن نشوفها مشاهدين الكرام عشان تشوفوا. ما مشكلة ما لونتها لك بس إن شاء الله تكون. أيوة يعني. طيب بس عشان نشوفها. أيوة. الله أنت حط لي هذا. أيوة هذه الله. طيب هذه الصورة إن شاء الله حتتلون ترسل لنا هي. حلونها الآن يعني بعد البرنامج على طول حرسلها لك. ممتاز. الفنان الرقمي الأستاذ علي جيلان يعطيك العافية. ما لا تقول فنان رقمي قول فنان الكاريكاتير. أي تحب هذا الاسم لك. إيه فن كاريكاتير يعني بشكل عام. تمام. الفنان الكاريكاتير الأستاذ علي جيلان شكرا على تواجدك معنا. حبيب الله يسعدك. طيب. إحنا أسعد والله. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة، حنشوفكم إن شاء الله بكرة إذا حابين تشوفوا الرسمة حنضيفها إن شاء الله على مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقناة اقرأ في تويتر والإنستغرام والفيسبوك. نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.